أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا. سبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا تدري من يجيب العبد أبدى السوء أو ورى؟ ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا؟ من يجيب العبد أبدى السوء أو ورى؟ ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا؟ قل يا رب بلغني دار الخلد والأمن ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا. إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه. من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه. فمن تبدي له الشكوى ومن ترجوه ما تهوى؟ ومن في عفوه سلوى على ما كان في الدنيا؟ أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا. سبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا تدري من يجيب العبد أبدى السوء أو ورى؟ ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا؟ من يجيب العبد أبدى السوء أو ورى؟ ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا؟ قل يا رب بلغني دار الخلد والأمن ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيف
فما تحيا. أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان، فانظر كيف تعصيه. من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان، فانظر كيف تعصيه. فمن تبدي له الشكوى ومن ترجوه ما تهوى، ومن في عفوه سلوى على ما كان.